رفضت جميع القنابل تفجير القنبله. الف هنا، ازيك يا رجب يا ابن عمي؟ عايش عايش، قول الحمد لله. الحمد لله. اه طبعا، فضل ونعمه نشكر ربنا. يا ساتر يا رب. يا ساتر فعلا يا رب. انت عايز تشتكي ولا ايه؟ لا، اصلي لازم نشتكي لربنا بس عشان الشكوى لغير الله ايه؟ مذله. اسم الله عليك حكيم. انا ما بحبش اللي بيشتكوا ولا اللي بيشكوا. ايوه، في ناس كده عمال على بطال، عماله تشكي وتشكي 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 وتاذي في ناس تانية. وشكا بكا شكا بكا. جميله ما شاء الله عليك يا موكوس. خص عليك، انت زعلت ولا ايه؟ لا ده حتى يعني انت رقيقه قوي يعني، وضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ايوه، ما انا بقول برضو يا رجب يا ابن عمي. دي زبيبه برضو دي. انت اخبارك ايه يا رجب؟ اهو عايش عايش. ما قلنا الحمد لله. ما تقولش الحمد لله ليه؟ ايه ده؟ الحمد لله يا ستي. انت بتطرطش عليا؟ انت بتطرطش عليا يا رجب يا ابن عمي؟ كيف زبيب؟ ايه رايك في الزبيب بتاعي؟ ده مش زبيب، ده دوم. دوم؟ تعالك ما تقولش كده. استنى، فاضل زبيبتين في الكيس، تاخدهم يا رجب؟ لا مش عايز اخدهم، خليك ربنا يا مفتري. كشفت راسي ودعيت عليكي. يا رانيا، فيك الزبيب جوه، هاتيهولي.